اللي عارفني كويس عارف ان دي ابتسامه ذات مغزى بصراحه يعني، واللي عارفني كويس عارف ان انا شخص بيقول دايما اللي بيدور، مش بقول يعني بقول جزء من اللي بيدور في ذهني دايما. المهم حد هيجي يقول يعني ايه بعد الزياره فانت غير يعني، انت ما كنتش عارف؟ احنا كنا عارفين ان في زياره للرئيس مما لا شك فيه للمملكه العربيه السعوديه، لكن التفاصيل الكتير اللي اتقالت في الخبر النهائي والأخير والهام والعاجل وشديد الأهمية والمحورية في نشرة التاسعة هي اللي خلتني خدت قرار بتغيير المقدمة بالكامل. مقدمة الحلقة النهاردة يمكن كنت هتكلم معاكم في جزء منها على زيارتنا وذهابنا إلى محافظة دمياط، ما بين دمياط الأصلية، دمياط القديمة، لرأس البر، المدينة الأثاث، للورش، إلخ إلخ إلخ، عزبة البرج، صناعة، كل ده كلام جميل وهنتكلم فيه بالمناسبة، وفي حاجات كتير احنا صورناها بخلاف اللي احنا طلعنا بيه في حلقة امبارح هنتكلم فيها النهاردة في الحلقة. لكن كنا بالتأكيد هنتكلم على زيارة الرئيس ده مما لا شك فيه، لكن التفاصيل اللي انا شفتها دي تخلينا نوسع شوية من نطاق الكلام حول زيارة الرئيس. لو خدت بالك أولا الابتسامة الأولانية ابتسامة ذات مغزى تساوي إيه؟ تساوي سعادة غامرة بهذه الزيارة، سعادة غامرة، وأنا ببقى شايف استقبال شديد الحفاوة، شديد الجمال، شديد الاحترام، شديد التقييم لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة، لأنه هو بطبيعة الأحوال، مش هقول لك بقى الدبلوماسية والسياسية، الكرم العربي الدائم في يظهر فيه استقبال، كرم الأخلاق واضح فيه استقبال رئيسنا، لكن المشاعر الطيبة بمنتهى التدفق الملحوظ واللي لازم ياخد عينك في استقبال وسلام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لرئيسنا. ده مشهد لازم تشوفه وتعيده وتركز فيه وانت بتشوف طريقة السلام، طريقة الاستقبال، الحفاوة، المحبة الواضحة جدا في الاستقبال، ودي بالتأكيد لها انعكاسات كثيرة وتساوي رسائل أكتر. أدي واحد. اتنين، الاستقبال الآخر فيما بعد لا من صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بنفسه في قصر اليمامة، لا رئيسنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يا رب يديلك الصحة من قلبي ورحمة بابا، وجلسة المباحثات، سواء إذا كان المباحثات التي دارت ما بين صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو صاحب الجلالة الملك سلمان، ثم مباحثات وجولة مشتركة ما بين صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والنقاط اللي تمت الإشارة ليها في بيان رئاسة الجمهورية المصرية. حضرتك أولا هتلاحظ إنه في جمل لافتة ولكنها تقدر تقول عليها الجمل المعتادة، يعني إنه المزيد من التعاون في التعاون العربي المشترك، التحديات المشتركة، بس هنا في نقطة بقى، التحديات المشتركة هنا كانت التحديات العربية المشتركة، التحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام العرب هيقفوا فيها وقفة رجل واحد. ولما يحصل الكلام ده ما بين عاصمتين القرار العربي بالتحديد القاهرة والرياض، يبقى الكلام هنا ليه ثقل تاني خالص. ده بالمناسبة بكل المحبة والتقدير لكل العواصم العربية، بس لازم نبقى متفقين ان عاصمتي القرار الأثقل هما القاهرة والرياض، متفقين، السياسة بتقول كده، الاقتصاد بيقول كده، التاريخ بيقول كده، الجيوسياسة بتقول كده،
ده مش كلام يوسف ولا كلام حد من زمايلنا مثلا في الإعلام أو الصحافة السعودية، هو ده الوضع الحقيقي. أدي واحد. اتنين، التركيز على مجموعة من النقاط خدت مساحة أكبر في بيان رئاسة الجمهورية عن بقية النقاط. يعني أنت هتلاقي مثلا لبنان بالتأكيد واخد حيز، العراق واخد حيز، مذكورة في البيان ومذكورة والقصد أنه يتم الحل طبعا، وحدة الأراضي اللبنانية، مسألة استقرار العراق إلى آخره. لكن ركز في الحديث حول اليمن وحول ليبيا، تليهم العراق نمرة 3، لبنان نمرة 4، والعنوان البارز والمهم جدا أنه أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري. دي تعتبرها العهدة المصرية، يعني دي العهدة اللي عندنا كمصريين، أمن المنطقة بالكامل وأمن الخليج بشكل خاص، دي عهدتنا. خلوني هنا بقى أرجع وأرحب أولا بضيفنا عبر الهاتف، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس تحرير جريدة الشروق الغراء. أهلا يا أستاذ. ألو يا أستاذ عماد. سيادة النائب، سيدي رئيس التحرير. طيب هنعاود الاتصال مرة تانية بأستاذ عماد معانا؟ طيب هنعاود الاتصال مرة تانية. طيب ركز هنا بقى، شوف احنا اتكلمنا على ايه، او يعني الرئيس المصري والعاهل السعودي وولي العهد السعودي اتكلموا ازاي على مسألة اليمن. فكرة المشتركات في الرؤى ده واحد، اتنين العودة للمبادرة العربية 2016، تلاتة الترحيب بقرار مجلس الأمن اللي أنا مش فاكر رقمه لكن سنة 2022، توصيات الأمم المتحدة أيضا في 2016 فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، الأبرز فيما يتعلق باليمن هو رفع المعاناة عن الشعب اليمني، ودي كانت حاجة مهمة جدا. أرجع مرة تانية لضيفنا العزيز أستاذ عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي الكبير، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ المصري. منور. اهلا بيك استاذ يوسف، تحياتي. ازيك يا استاذ عماد؟ ربنا يخليك يا رب. كيف رايت زياره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الرياض اليوم؟ الاستقبال الثنائي، استقبالا اولا من ولي العهد صاحب السمو الامير محمد بن سلمان، ثم استقبالا اخر في قصر اليمامه بالتاكيد يقوم به صاحب الجلاله الملك سلمان. اولا هي زياره في غايه الاهميه، دايما بتكتسب اهميه زيارات القادة المصريين للسعودية أو السعوديين للقاهرة، لكن النهاردة ربما يكون التوقيت هو العامل الأهم أيضا، إضافة للعلاقات الطبيعية والثنائية والأهمية للبلدين باعتبارهم أهم وأكبر بلدين في المنطقة العربية. الصور اللي موجودة في الإمارات في الاستقبال أو في اللقاءات أو عقد الوصول للمطار روحية، لكن أنا هركز أكثر على البيان النهائي أو البيان الختامي. حوالي 2200 بالضبط، وده بيان كبير جدا تقريبا، يعني متضمن كل القضايا الاساسيه من اول القضايا التقليديه، القضيه الفلسطينيه، الاصرار على حل الدولتين، ومبادره المبادره العربيه اللي كان واضح التاكيد على سياده الدوله، العراق نفس الوضع، ليبيا كان فيها نقطه لافته جدا وهي دور مجلس النواب، يعني بتحدث عن ضروره الدوله الموحده والمؤسسات الموحده. طبعا في جزء مهم جدا انا اتكلمت هنا عن القضايا التقليديه، القضيه الاساسيه هي اليمن على سبيل المثال، اثيوبيا، اليمن الموقف المصري متضامن تضامنا كاملا مع الموقف، في عبارات واضح ان هي موجهه لمن يهمه الامر، في محاولات الاطراف الاقليميه للتدخل في الشؤون الداخليه العربيه او تهديد استقرارها عبر ادوات التحريض العرقي او المزال او الرهاب. فيه فقره بتقول ادانه محاولات المساس بامن وسلامه الملاحه في البحر الاحمر وغرب المندب، رغم استمرار الميليشيات الحوثيه لتهديد الملاحه في البحر الاحمر، تعزيز في نقطه مهمه جدا طبعا فيما يتعلق باثيوبيا، ان اثيوبيا بتدعم الامن المائي المصري وتحض ادي سباق على توقيع الاتفاق قانوني وملزم ووقف التعنت. ده قضيتين مهمتين لكل دولة، يعني مصر يهمها تماما الدعم السعودي لها في موقف في موضوع سد النهضة، السعودية يهمها أيضا جدا دعم مصر لها في
الأزمة اليمنية. عظيم جدا. طبعا في مهم جدا فيما يتعلق أيضا باليمن، أيضا إيجاد حل سياسي شامل للأزمة، صح، يقوم على المبادرة الخارجية والقرار 2216 والترحيل بتصنيف الحوثيين، مجلس الأمن الحوثيين كجماعة إرهابية. كل دي قضايا في بين البلدين مهمة جدا جدا. في طبعا جزء مهم جدا متعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأنه السعودية ومصر حجم التبادل التجاري بينهم وصل لأكثر من 7.5 مليار دولار، في أكثر من 6000 مشروع سعودي في مصر، 1200 مشروع اقتصادي مصري في السعودية، في حوالي 3 مليون مصري في السعودية، نص مليون سعودي مقيمين في مصر، في علاقات قربة ومصاهرة مهمة جدا. وبالتالي في فقرة بتقول تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاريا ونقلها إلى أفريقيا أرخص، في كلام عن شراكة بين القطاعين الخاص هنا وهنا، حماية البيئة البحرية، الرصد الكهربائي ده موضوع في غاية الأهمية، عندنا التعاون في مجال الهيدروجين، في مجال حماية المناخ ودعم مصر السعودية لمصر في استضافة مؤتمر المناخ متعدد الأطراف كاب 27 اللي في شرم الشيخ في نوفمبر الجاي. فيه كلام كتير على التعاون المشترك بين البلدين في مجالات اقتصاديه كتير. كل دي قضايا في طبعا نسيت اقول فيما يتعلق بدعم مصر للسعوديه في اتخاذ اي اجراءات لحمايه الامن القومي، ضروره التعامل الشامل بشكل جدي مع الملف النووي والصاروخ الايراني وخطوره السلوك الايراني العدائي تجاه المنطقه وخطر امتلاك السلاح النووي. كل دي قضايا بتهم كل بلد على حده، وفي قضايا بتهم البلدين. طبعا في كلام عن السودان ودعم الحلول السلميه، وده جزء مهم. دي عناوين اساسيه لفت نظري في الديبات. طيب التوقيت اللي حضرتك اشرت اليه يا استاذ عماد، قلت انه الزياره تاتي في اطار شيء مهم جدا الا وهو توقيتها، لماذا كان هذا التوقيت شديد الاهميه؟ ايوه استاذ عماد، بسالك على اهميه التوقيت. اهميه التوقيت ايه؟ التوقيت لانه هناك طبعا صحيح انه لم ياتي ذكر موضوع الازمه الاوكرانيه بالمره في البيان صراحه، لكن الطبيعي ان هي ازمه فرضت نفسها ونوقشت اكيد على في اللقاء اليوم. تاثيرات الازمه الاوكرانيه شديده جدا على كل العالم بدرجه او باخرى، المنطقه العربيه ستتاثر خصوصا الدول العربيه التي تستورد الحبوب، وغالبيه الدول العربيه للاسف تستورد الحبوب وتستورد اشياء كثيره جدا من روسيا ومن اوكرانيا. التاثيرات الازمه الطاقه ده موضوع في غايه الاهميه، ما تقالش عنه حاجه في البيان، لكن كان واضح انه الدولتين ناقشوا كل القضايا ذاتها التي تشغل العالم، واتكلموا على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسيه واهميه العمل العربي المشترك ودور جامعه الدول العربيه. كان في عباره مفيده جدا بتتكلم عن وحده الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا. دي كلها عبارات يعني هي رساله مهمه جدا وفي توقيت مهم جدا لكل من يهمه الامر، ان احنا كمان نعلم انه المفاوضات بين الغرب وايران كانت قطعت شوط كبير جدا وكاد ان يتوصل الى القرار قبل اندلاع الازمه الاوكرانيه. هل التاثير ده على ازمه المفاوضات في فيينا قد ايه؟ لسه ما نعرفش. ماذا لو اتفقت امريكا مع ايران؟ لان ربما تكون امريكا عايزه تجيب ايران دلوقتي عشان تهدد سوق البترول بعد القرار او القرار المنتظر من الغرب باكمله بوقف استيراد الغاز والنفط من ايران من روسيا. بنشوف امريكا بتتنازل عن كل خلافاتها مع فنزويلا وبتقول لها تعالى نتفاوض ونستورد البترول من عندكم. طبعا. في عالم كامل بيتغير، العالم قائم قبل دخول قوات الروسيه الاوكرانيه 24 فبراير الماضي ربما ان يكون قائم بالمره، في حاجات كثيره بتتغير، شايفين نظام سوفت بينتج من اساسه الغرب. الصين وروسيا قد يحاولان ايجاد نظام بديل ليس فقط فيما يتعلق بالملك، في حاجات كثيره، في استقطاب حاد احنا شئناه ما بينا. فبالتالي مهم جدا هذه الزياره في هذا التوقيت عشان تبحث كل هذه. طيب اخيرا استاذ عماد، الزياره او زياره الرئيس لمعرض الدفاع في المملكه العربيه السعوديه في نسخته الاولى، هل هي زياره عاديه ام انها زياره تحمل رساله ما؟ هي زياره دي مهمه جدا وتفقد الجناح المصري، وكان في فقره ايضا على تعزيز
العلاقات الاستراتيجيه والتعاون العسكري، وده برضه مساله في منتهى الاهميه، برضه رساله بتقول ان مصر تدعم الامن القومي العربي وترى ان اي اعتداء على اي دوله عربيه هو اعتداء على امنها القومي، وبالتالي هي رساله لكل من يهمه ده. عظيم جدا، انا بشكرك جدا استاذ عماد، كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده شروق وعضو مجلس الشيوخ المصري، تعليقا وتعقيبا وتحليلا على زياره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياض بالمملكه العربيه السعوديه. انا كنت بكلم مع حضراتكم في مساله انه المساحات الاكبر في المباحثات على ما يبدو كان طبقا للبيان المساحة كانت اليمن فالسودان فالعراق فليبيا فلبنان، طبعا ده بخلاف العنوان البارز الكبير جدا وهو الحفاظ على أمن الخليج باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن المصري. خليني أخذ معنا على التليفون أيضا سيادة السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سيادة السفير. أهلا بك، إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام. أهلا بيك. طب سيادة السفير، كنا عايزين يعني تعليق من حضرتك بتحليل أيضا إذا حضرتك يعني تفضلت علينا حول هذه الزيارة وتوقيتها. طيب، أولا في ملاحظتين مبدئيين، وهي الملاحظة الأولى هي مدى الحفاوة التي قوّل بها الرئيس فتح السيسي في الرياض. صحيح. في مقابلاته مع جلالة الملك سلمان وولي العهد، ومدى الكيمياء الشخصيه والانسانيه التي تربط بين الزعماء الثلاثه، بالتالي يعني ده له واقع خاص في تطوير الرؤيه المشتركه بين البلدين على هذا المستوى. دي الملاحظه الاولى، ولكن الملاحظه الثانيه ان الزياره تاتي في تطورات في وسط تطورات متسارعه جدا على المستوى العالمي والمستوى الاقليمي. ولئن لم يكن هناك تعاون ما بين الدولتين الرئيسيتين والدول الاربعه المستقره اللي هي مصر والسعوديه والامارات والبحرين، فطبعا التطورات دي قد تتسارع ولا نستطيع ان نقدم نطور رؤيه مشتركه. وبالتالي الزياره جاءت لتحقق هذه الخطوه، وهي ان يكون هناك دائما رؤيه مشتركه يعني تجعل امكانيه العمل المشترك بين الدولتين في الظروف البالغه الصعوبه اللي بيمر بها العالم ككل. دي النقطه الاولى. عظيم. النقطه الثانيه، انا شفت الحقيقه طلعت على البيان المشترك. البيان بيغطي كافة المجالات، يعني زي ما انت اشرت في كلمتك واشار الاخ محمد الدين حسين، بيغطي التطورات في الاقليم كله، الاقليم العربي كله، كل القضايا المطروحة، وهناك تطابق الى حد كبير في الرؤى وفي المواقف بين مصر والسعودية في قضايا العراق، لبنان، سوريا، السودان، اليمن، وليبيا وما اليه. دي قضايا يعني مرتبطه بالامن القومي العربي ككل، ويلاحظ في البيان انها بيؤكد على ان يكون هناك يعني امن، تركيز على الامن العربي، وان يكون هناك يعني تفعيل للعمل المشترك من خلال الجامعه العربيه ومن خلال الاليات المختلفه التي يعني بنيت في الفتره السابقه، ودي نقطه مهمه جدا ان يكون هناك تفعيل مره اخرى للتعاون العربي في هذا الاطار من القيادات في الدولتين. ولكن بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالمنطقة، هناك القضايا الثنائية. وتحدث البيان بشكل مفصل على العلاقات الثنائية ابتداء من العلاقات السياسية والدفاع انتهاء بالرياضة، يعني غطى العلاقات الثقافية، العلاقات الأمنية، العلاقات الاقتصادية، العلاقات في مجال احتمال المواقف المختلفة مرتبطة بالبيئة، مرتبطة بالأمن المائي المصري، مرتبطة بالتهديدات التي يتعرض لها المنطقة ككل. وبالتالي إلى حد كبير هذه الزيارة بتوضح أن هناك تلاقي في المصالح وفي الرؤى وفي الاتجاهات السياسية بين الدولتين الكبيرتين في المنطقة، في ضوء أن العالم بيتغير تغيرا بالغ السرعة. لحد دلوقتي ليس هناك وضوح، هناك ضبابية في ماذا سيكون بعد حرب أوكرانيا، بعد الحرب ما بين الغرب وروسيا، الاتحاد الروسي، وما هي المواقف التي ستتبلور بعد هذا. وبالتالي يجب ان يكون هناك على الاقل تبادل في الرؤى وتبادل في الراي لدينا القيادات في الدولتين. عظيم جدا، عظيم جدا. طب سيادة السفير اخيرا يعني بعد اذن حضرتك، بخصوص الحديث وايضا ما تم الاشاره اليه في البيان حول اليمن، بتعتقد انه يعني انا جالي هذا الاحساس انه غالبا احنا بصدد ايجاد حلول نهائيه للازمه اليمنيه خلال 2022 2023؟ شوف، هو كان في تحرك مشترك
وتحرك سعودي بالذات على أن يكون هناك رؤية جديدة للموقف في اليمن ومصر تؤيد هذا التحرك لأن نؤيد أن يكون هناك استقرار في المنطقة وألا يكون هناك تهديد للأمن السعودي وللأمن العربي ككل. صحيح. ولكن المشكلة أن احنا دخلنا في مرحلة دلوقتي غير واضحة في العالم، لقينا روسيا دلوقتي بتواجه الغرب ولقينا دولتين فقط أو يعني ثلاث دول من الدول العربية بتقفل في المعسكر الروسي بشكل مباشر، سوريا والحوثيين وإريتريا. وبالتالي ما هو الموقف عندما تتبدل الأمور وتتضح الصورة بعد انتهاء الحرب وبعد يعني يكون هناك رؤية جديدة لما بعد الحرب لحد الوقت مش واضحة، ولكن على الأقل أن يكون هناك موقف مصري سعودي واضح مشترك داي يعني يبدد الشكوك حول أن هناك يعني إرادة عربية لإيقاف هذا التدهور في الموقف في اليمن والإيقاف كمان الاعتداءات المختلفة التي تقوم بها الحوثي على الأمن السعودي والأمن الإماراتي. أيضا الرغبة في أن يكون هناك حل في النهاية، يعني يجب أن يكون هناك حل توافقي وهو ما تتطلع إليه كل الدول وخصوصا تأكد عليه السعودية بالذات في هذه المرحلة. عظيم جدا، أنا بشكرك جدا سيادة السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أيضا في تعليق وتحليل لزيارة فخامة الرئيس المصري للمملكة العربية السعودية تحديدا الرياض. هرجع أكد على حضرتك كمشاهد مرة تانية، مش معلومة ولكن زي ما بقولك شعوري أنا، دي إن لم تكن واحدة من أهم زيارات الرئيس للمملكة فهي أهم زيارة للرئيس في المملكة. وركز في البيان كويس، وزي ما أشار أستاذ عماد الدين حسين ركز في التوقيت كويس قوي قوي في هذا البيان، الكثير من الاستبيان للعقل اللي عاوز كل شيء يظهر ويبان لو صح التعبير. أنا بكلمك بجد، لو عاوز تعرف اللي جاي في المنطقة اقرأ البيان مرتين كده، مش هقولك ثلاثة، مرتين. على كل حال يا أخي أنا حاسس أزمة المية دي هتتحل. أو والله سبحان الله، ده موجود في البيان، اقرأ البيان. تعال نروح للأمم المتحدة. تقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان بخالص الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لرعايتها لبرنامج نورة واللي بيدعمه الصندوق. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان على موقعه بيان شكر: يتقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان بخالص الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية لرعايتها لبرنامج نورة الذي يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستهدف الوصول لكل فتاة في مصر ويؤهلها لتحقيق ذاتها والوصول للاستغلال الأمثل لقدراتها. يركز برنامج نورة بالمناسبة على الوصول إلى جميع الفتيات ويهدف لتمكينهم، وبتعتبر رعاية سعادتها تأكيدا على الالتزام الوطني بالاستثمار في الفتيات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. ويفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بتأييد سعادتها لبرنامج نورة الذي يعطي الأولوية لبناء قدرات الفتيات الصحية والاجتماعية وكذلك القدرات التعليمية وإعدادهن بقدرات تمكنهن اقتصاديا لتحقيق مستقبل أفضل لهن ولوطنهن الغالي مصر. هنا بينتهي البيان بتاع الصندوق، بس مهم جدا رعاية السيدة انتصار السيسي لهذا البرنامج. أنا متأكد أن البرنامج هيمشي بفاعلية، بس رعاية قرينة رئيس الجمهورية لبرنامج من النوع ده بيديله دفع حقيقي وبيديله قوة وبيديله قدرة طويلة على الاستمرار، بيديله الجلد اللازم لو صح التعبير، الانجليزي سموها ستامينا زي بتاعت التمرين كده، ان انت تبقى ايه يعني هتتمرن وحاجات زي كده، بس بتعب بتيجي في النص تحس بشكل من اشكال التعب، الستامينا دي هي اللي بتخليك تكمل، واخد بالك؟ طيب فلما يحصل كده ويحصل رعاية من قرينة السيد رئيس الجمهورية لهذا البرنامج
بيدي استامنة، بيدي جلد لهذا البرنامج على أنه يستمر دون توقف، وأنه يبقى فيه تأكيد على أنه ما تقلقش لو في حاجة عطلانة هيتم حلها فورا. الهدف إيه؟ الهدف أنه بناتنا في مصر يبقوا أجدع من البنات اللي في أوروبا وفي أمريكا وفي كل العالم الذي يدعي أنه عالما حر، لأنه بناتنا في مصر أصلا أجدع وأصلا أقوى وأصلا قدرتهم الذهنية والقدرة على التعلم وعلى الإنتاج أعلى بكتير، لأن إحنا عندنا تراكم خبرة 8000 سنة. الناس دي ما كانتش أي حاجة من 1200-1300 سنة، ما كانوش أي حاجة، أي حاجة، مجرد قبائل بدائية متصارعة موجودة في أوروبا، غزاها الطليان حكم روما وقتها. بدأوا يتعلموا درس 101 حضارة من 1200 سنة. تخيل احنا بقى. على كل، تقدم المجلس القومي أيضا للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لرعايتها مبادرتي دوا ونورة اللتين أطلقهما المجلس لتمكين الفتاة المصرية. وقال المجلس على صفحته الرسمية على فيسبوك: يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية لرعايتها مبادرتي دوا ونورة اللذين أطلقهما المجلس لتمكين الفتاة المصرية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة. جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح. والله الاسم حلو، المرأة المصرية أيقونة النجاح، جميل رائع. حاضر حاضر إيه؟ حاضر بقول لعبد الله حاضر عشان بيقول لي بسرعة انتخابات نقابة المهندسين هي انتخابات الانتخابات شديدة الأهمية. بالمناسبة زي ما حضراتكم عارفين انتخابات الإعادة في نقابة المهندسين هيتم إجراءها يوم الجمعة اللي جاية دي، يعني كمان يومين، الأربع بكرة الخميس الجمعة انتخابات الإعادة. الانتخابات دي اللي بيميزها الحقيقة إقبال مهول من المهندسين المصريين على المشاركة فيها. الحضور جيد جدا خلال الجولة اللي فاتت واللي أجريت يوم 4 مارس لو حضرتك فاكر. اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين أعلنت مساء يوم الحد 6 مارس 2022 نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النقابة واللي جرت زي ما بقولك يوم الجمعة 4 مارس، شملت انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين والإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية على مستوى الجمهورية. لمين؟ للي ما حصلوش على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة. احنا معانا على التليفون المهندس أحمد داود نقيب المهندسين في بورسعيد. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بيك يا فندم. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. يعني تصوراتك أو تطلعاتك لانتخابات الإعادة يوم الجمعة الجاية إن شاء الله إيه؟ وإن شاء الله يعني هالمؤشرات كلها بتشير لفوز المهندس هاني ضاحي إن شاء الله بإذن الله الجولة الجاية، لأن هو شعبية، طبعا هو شعبيته شعبية كبيرة يعني ما بين المهندسين، يعني حتى بأرقام الجمعة اللي فاتت بتشير لغاية. كويس، يعني هيبقى في مشاركة أكبر تظن من المشاركة اللي حصلت في الجمعة اللي فاتت؟ هو أعتقد هتبقى نفس المشاركة، يعني يمكن أكبر سنة بسيطة، لأن هو للأسف المهندسين طبعا لما بتطول فترة الانتخاب ناس بتتشاغل وفي ناس بتعزف عن الانتخاب. لكن المؤشرات رايحة ناحية المهندس هاني ضاحي بوضوح طبعا. وده شيء كويس جدا. طيب هو طبعا نتمنى طبعا المهندس هاني ضاحي يستكمل اللي بدأه، لأن هو في خلال الأربع سنوات الماضية يعني المهندس هاني قام بالعديد من المشروعات على مستوى المحافظات كلها، يمكن أنا بخص محافظة بورسعيد على أساس إن هي يعني المحافظة بتاعتي يعني. أيوه. فالمهندس هاني ضاحي اعتمد لنا يعني عن طريق مجلس الأعلى اعتمد لنا تمويل نادي المهندسين ببورسعيد وعيادات تخصصية بنقابة المهندسين ببورسعيد. عظيم. والعديد من المشروعات الجمهورية.
بالاضافه للتحقيق فائض يعني مليار و70 مليون ما يقرب يعني من مليار و70 مليون، ودي حاجه اول مره تحصل في تاريخ نقابه المهندسين يكون في اول مره. اي فندم. طيب ايه تاني؟ يعني انا عايز اعرف لما حضرتك قلت لي انا يهمني ان يكون المهندس هاني ضاحي باذن الله يعني يفوز بمقعده في انتخابات الاعاده ان شاء الله يوم الجمعه، يعني تنتظروا ايه اكتر من المهندس هاني ضاحي؟ مساله استكمال المشوار زي ما حضرتك اشرت يا باشمهندس. هو طبعا النقابه بتشتغل في العديد من المجالات بالاضافه للجانب الاجتماعي في الجانب المهني. المجلس الاعلى من نقابه المهندسين برئاسه المهندس هاني ضاحي ابتدى يتدخل في الوقوف جنب المهندسين في جميع انحاء العالم يعني. عظيم. يعني كان في كذا مشكله مع مهندسين في الكويت والسعوديه وصدر المهندس هاني ضاحي مشكوره ان هو يحلها بما له من علاقات. الحاجه الثانيه الشغل المؤسسي طبعا، يعني احنا اول مره نشوف شغل مؤسسي في النقابه، الاداره نفسها اداره رشيده يعني. عظيم. وانا يعني اعتقد ان ده يمكن لاول مره بنشوفه في نقابه المهندسين من فتره كبيره. طيب رائع جدا، نشكرك جدا يا باشمهندس، كل الشكر. المهندس احمد داوود نقيب المهندسين المصريين. حد من زمايلي بيقول لي انت مكشر ليه؟ لا وشاء الشمس اقول لك الاضاءه بس ضربه في عيني جامد. ايضا معانا المهندس محمد الفحام نقيب المهندسين في الجيزه، اهلا بيك يا باشمهندس محمد. اهلا بحضرتك يا فندم. كله تمام؟ كله تمام ان شاء الله. طمنا يعني توقعاتك ايه اليوم الجمعه الجايه؟ توقعاتي ان شاء الله ان عدد المهندسين اللي هينزلوا الانتخابات هيكون اكتر من المره اللي فاتت، لان الوعي زاد اكتر والناس حاسه ان في دورهم مهم جدا في العمليه الانتخابيه. عظيم جدا. احنا كنا يمكن بنتكلم مع نقيب المهندسين ببورسعيد وقال لنا احنا عايزين المهندس هاني ضاحي باذن الله يعني يستمر ويحصل على مقعد النقابه في الانتخابات بتاعه الاعاده علشان يكمل مشواره، ويمكن ذكر حاجات متعلقه بقدراته على حل ازمات المهندسين في اي مكان مش بس داخل مصر. لكن سؤالي هنا، انتوا كنقابه مهندسين الجيزه عايزين ايه من المهندس هاني ضاحي؟ عايزينه يكمل ليه؟ عاوزينه يكمل ليه؟ عشان عملية الاستمرار برضو في التطوير اللي كان ماشي فيه، والعملية تستمر يعني أحسن من الأول. استمرارية في التطوير والتطوير ما يقدمه للنقابة إن شاء الله. هذا يعني إنه كانت المرة اللي فاتت كانت مرحلة مثمرة جيدة، فعايزينه يكمل على يعني هذا الاثمار على نفس المسيره بتاعته ان شاء الله. باذن الله باذن الله. اشكرك جدا يا باشمهندس محمد، كل شكر المهندس محمد الفحام نقيب المهندسين في الجيزه، الف شكر. استاذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. هذا البرنامج برعايه شحنت واكلت وجالي الدنيا. كل ما تشحن ممكن تختار دقايق او ساعات سوشيال او ميكسات. كلم نجمه زيرو 11 شباك واشحن اقوى كارت واختار هديتك. اقوى كارت من اتصالات اقوى بكتير. بدايه كل حاجه حوالينا بتبدا من بذره فكره انت بس اللي شايفها، وتشوف تدور على مين اللي هيحط ايده معاك في نفس الارض، يبقى شايف اللي انت شايفه من ريه البذره للفطام، فهم الأرض وبيتحرك معاك عشان ريشة البطالة تتحول لعمالة، وري الإيد الواحدة تبقى إيدين. بيننا وبينهم وبين الأرض لغة إحنا بس اللي فاهمينها، ما هم فاهمين كل احتياجاتنا، وعشان كده عملوا لنا قرض زراعي اللي هيغطي كل تكاليف خدمة المحاصيل، وبعائد 5%، لا وكمان هتسدد مبلغ القرض بعد حصاد الأرض. ما هم ظهرنا وسندنا، البنك الزراعي المصري راعي أرض مصر. جاتلي الحلوة هنا ملتلي، أحلى عصاير وملتلي، جننتني جننتني، عمان ده مزاج عالي يا جدعان، صوبيا مانجا تمر هندي خروب، أحلى عصير عمان، فرحة أي عيلة وأي عرسان، وعلى سفرة رمضان، عمان
عصير عمان طعم ايام زمان. بس انت في الاكشن مش عاجبني، عارف بقى مين اللي بيعجبني في الاكشن؟ كلم نجمة زيرو 11 شباك واشحن اقوى كارت واختار هديتك. اقوى كارت من اتصالات اقوى بكتير. الناس مكسرة الدنيا في الوجبات وانت بقالك ساعة في 50 كرتونة. معلش انا باخد وقت شوية، وبعدين الكرتونة رجالها حوالي 12 كيلو، ما تشمري كده ويدك معانا. هو هنيتي فين؟ مختفي فوق من الصبح، شكل الموضوع فيه حاجة. اتفضل، ادي كرتونة ما فيهاش لحمة ولا تمر، والتانية ما فيهاش لا رز ولا مكرونة. التانية ما فيهاش ايه؟ لا رز ولا مكرونة. يلا يا طنط ليلى، ورانا وجبات وعربيات مستنية. في مؤسسة مصر الخير بنجهز لرمضان كل سنة سوا، والسنة دي عاملين حساب أسر كتير في الشهر الكريم. اتبرع بزكاتك وصدقتك مع مؤسسة مصر الخير. للتبرع اتصل ب 16140 يصلك مندوبنا، أو على حساب 100 في جميع البنوك المصرية. أنا شحنت أقوى كارت وجالي تاني. كل ما تشحن ممكن تختار دقايق أو ساعات سوشيال أو بيكسل. أنا اخترت واحترت. كلم نجمة زيرو 11 شباك واشحن أقوى كارت واختار هديتك. أقوى كارت من اتصالات أقوى بكتير. للإعلان على قناة مصر الأولى، شركة بي أو دي، الوكيل الإعلاني الحصري. من صغره كان مختلف، ولجل الحق بيه يتحلف، والوقت يفوت والعجلة تدور وجه عليه الدور، وبقى أمان وطنه همه وإنه يفديكم بدمه، لحد ما نال الشهادة وكان على وشه السعادة. مرحش بلاش وفي قلوبنا عاش. تسعة مارس يوم الشهيد والمحارب القديم، عطاء وخلود. اوعى ابدا تظن ان وجودي في دمياط امبارح يمنعني من ان احنا يبقى في عندنا حاجات عن دمياط النهارده. انحيازاتي الدمياطيه واضحه وصريحه، هعمل ايه بس؟ طب انا اقول لك حاجه، تعرف من ضمن الاسباب اللي تخليني منحاز اكتر لدمياط؟ دمياط ما فيهاش توك توك يا مؤمن، ولا توك توك واحد. سالت نفسك ليه؟ اقول لك انا، ما فيش حد قاعد عواطلي. كل الشباب في دمياط بتشتغل، بيدرسوا في مدارسهم وفي جامعاتهم وبينزلوا يشتغلوا ويكونوا نفسهم وياخدوا خبره، حاجه عظيمه. وبالتالي مفيش الجو بتاع ايه ما انا اجيب لي توك توك الف بيه واقلب لي قرشين ورازي في خلق الله. لو خدنا دمياط دي بروتوتايب، نموذج كده، وطبقناه في ال 26 محافظه التانيين، والله هتتفرجوا على مصر حاجة تانية خالص. احنا هنشوف مع بعض دلوقتي جانب من حاجات صورناها في دمياط، تحديدا في مدينة الأثاث بدمياط، ودي حاجة مهمة جدا. ودي مدينة أنا أظن وأشعر جدا إنها حقيقي هتبقى واحد من أهم مراكز صناعة الموبيليا، مش بس في المنطقة، هي هتبقى أهم مركز في المنطقة، بس واحد من أهم مراكز صناعة الموبيليا في العالم. أستأذنكم شوفوا هذا التقرير حول دمياط ومدينة الأثاث بدمياط، وبعدين هنرجع نكمل كلامنا وإحنا بناكل. وأنا باكل. نشوف التقرير. ومن قلب مدينة الأساس في دمياط معاكو يوسف الحسيني.
العلم للأثاث والديكور إدارة المحاسب الأستاذة إحسان البدراوي. إزاي؟ أهلا بحضرتك. الحمد لله. الحمد لله. تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. بختنا الأول إن إحنا هنا. ده أنتم مشرفينا. أهلا وسهلا بيكم. في كم مرة نقدر نخش مصنع موبيليا إدارة سيدة؟ بس طبعا ضميت حاجة تانية. والله مش عارفة، بس هم بيقولوا لي إن أنا أول سيدة أدخل المجال ده وأوصل للي أنا وصلت ليه. دلوقتي احكي لي الحدوتة، دخلتي المجال ده ليه وإزاي وإمتى؟ في بداية الطرح لما عرفنا إن في مدينة الأساس بتتعمل ويبقى فيها طرح، رحت جبت ورشة 50 متر، مشروع قومي ومدينة متخصصة بقى وأمال وأحلام وكده. فبعدين أما جيت على أرض الواقع بقى التنفيذ، لقيت 50 متر مش هتكفي، أنت جايبة ورشة تانية اللي هي 100 متر اللي احنا واقفين فيها دلوقتي. الحمد لله. وبعدين بدأت أشتغل حاجات أوض نوم، حاجات كده ليا شغل أنا بتمويل ذاتي من عندي. طبعا الورشة دي ممولة من البنك بفايدة البنك المركزي 5% لدعم الشباب. بعد كده الحمد لله ما بدأت أشتغل وكده، بعدين جالنا طبعا السيد الرئيس كان دعمنا في الموضوع وشرفته بمقابلته قبل كده، وجالي الورشة في افتتاح المدينة، وجالنا مشروع بشاير الخير فرشنا فيه. أنا فرشت 5 عماير 523 واحدة، الحمد لله أثبتت وجودي وبشهادة الناس هناك إن أنا شغلي ممتاز. الستات عندنا من حديد. طب هل كان قبل كده أنت اشتغلتي في المسألة دي، أو العيلة أو الأب أو يعني إيه اللي دخلك قصة الموبيليا وصناعة الأساس؟ بس حضرتك أي حد ممكن يعمل أي حاجة طالما عنده طموح وعايز ينجح. ما كانش عندنا أي علاقة بالأساس نهائي، بس المشروع أنا محاسبة بدير مشروع فأقدر أنجح فيه طالما أن أنا بتعلم، ولغاية النهاردة أتعلم وبكرة هتعلم ولازم أثبت نفسي. ده كلام مزيكا. طب يعني ما هو برضو شغلانة وخامات ونوعيات الخشب وشغل القيمة وهنعمل ايه والكلام مع الاسطوات الكبار وبتاع، ما هو يعني اتعلمتي كل ده مع الشغل؟ ولازم ابين للعامل والناس اللي معايا ان هم ان انا فاهمه هم بيعملوا ايه، حتى لو انا مش عارفه وبتعلمه بعد كده بكبت يعني بالراحه. سلام سلم على النصيحه، حتى لو انا مش عارفه هديله الانطباع. طبعا كده فتشنا سر الشغلانة. مش مشكلة يعني. طب قولي لي بقى، احنا انا شايف قدامي ان في حواليا ابواب، يعني حتى لو الكاميرا مش هتلم مش تخلوش نفسكم يا جماعة، بس في بواب ما شاء الله وحاجات زي كده. وبعدين انا شايف اخواتنا هو شغالين، قلت لهم احلى صنفرة، عاشت الصنفرة هنا. بيصنفروا الابواب بعد ما اتلزقت قشرة، وفي عندي هنا ده بيقطع بيركب الباكتات بتاعة الباب الحلية بتاعته. الابواب دي راحة. مشروع قومي برضه، سور مجرى العيون، العماير اللي بتتعمل هناك بعد ما بتوع الجلود مشيوا وراحوا الروبيكي بيبنوا عماير هناك في سور مجرى العيون تبع الدولة، الابواب دي هتبقى في العماير هناك ان شاء الله. طب احنا بقى كده نسأل باشمهندس إحسان مش المحاسب إحسان، الباب ده ايه؟ يعني خامة ايه؟ ده خامة سويد والحشو فايبر وملزوق بقشرة طبيعي أرو مفجر، وفي برضو الأرو المسنن الطبيعي بالحشوات الخارجية. الشاب الرائع ده تعالى هنا هو وقف عامل لي مكسوف. تعالى، مين الراجل اللطيف ده؟ أحمد سامي ابني. احمد سامي ابني ناوي يبقى يعمل ايه؟ احمد سامي ابني ان شاء الله ناوي باذن الله بعد ما خلص ثالثه ثانوي السنه دي ان انا اخش هندسه او فنون تطبيقيه علشان اخدم المجال ده ان شاء الله. ايوه، تيجي بقى تقول لي انا هخش اعلام، اخش اقول يعني حد يسيب المصنع بتاعي وبتاع اهلي واروح اخش كليه بعيد عن المجال، يعني خلاص خدت القرار. ان شاء الله باذن الله. باش مهندس فنون تطبيقيه ديكور احمد سامي ان شاء الله باذن الله. بتذاكر؟ ان شاء الله. بتذاكر ولا قدام ماما كده بذاكر؟ لا بذاكر الحمد لله. طب ازاي ما هو بيذاكر؟ والله يشد حلو بقى، يلحق برضه يشد حلو في الوقت اللي لسه يلحق. انا عارف الكلمه دي، ما انا اولادي قدك والنبي ذاكر عشان خاطري ذاكر. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يا رب يقويكي باذن الله. طبعا احنا اللي احنا بنتكلم فيه انه هيجي في وقت من الاوقات ان احنا هنلاقي نفسنا بنصدر. ده الامل بقى، ده الامل اللي احنا بننتظره. جاهزة؟ إن شاء الله. أي حاجة جاهزة لها إن شاء الله. أنت هتدرس ديكور وتدرس تسويق علشان هنصدر إن شاء الله.
الاثنين مع بعض ان شاء الله باذن الله. شد حيلي وبحاول انجح وانجح لغايه هو ما يجي يلاقي الارض مفروشه له باذن الله باذن الله، ويزود ويكبر. يعني مش هقول لك مبروك لانه ما شاء الله احنا بدانا ب 50 ودخلنا في 100 عقبال ال 1000 متر، وانت نورتينا وشرفتينا في برنامج التساعه والله. لا ده احنا اللي متشرفين. تجربه من التجارب اللي حصلت في مدينه الاساس، تجربه الدولة عايزها تنجح فتتحط مدينة الأساس في دمياط على خريطة تصدير الموبيليا على مستوى العالم. استنونا. احنا لسه في مصنع من المصانع في مدينة دمياط للأساس، مصنع الحاج عبدو ربيع، الشغلانة اللي هي متوارثة أبا عن جد. حاج عبدو وأنا بدردش معاه قبل ما نخش قال لي أنا ورثت الشغلانة دي من أبويا الله يرحمه، بقالي 40 سنة بشتغل بإيدي موبيليا. ازيك يا حاج عبدو؟ الله يسلمك. عامل إيه؟ نورت دمياط يا باشا. لا ده دمياط منورة بأهلها قوي. ربنا يبارك لكم. ربنا يبارك لكم يا باشا. 40 سنة الحاج عبدو نفسه هو اللي في الشغلانة. خبرة. 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 ونفسي أورثها لأولادي وللصناعية اللي عندي وأطفال دمياط. ده انا شايف انك بتورثها لاولادك لاولادي ولجواز بناتك وللغريب 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 واي صنعه يدخل عندي هنا. انا ليا كيان في دمياط ولكن عما سمعت الرئيس ما بيقول مدينه اساس هي شمعه مضيئه لمدينه دمياط كلها. هي مدينه الاساس. كل يوم اعمل جديد عشان نليق بمصر قدام العالم كله. نليق بمصر في صنعه الاساس قدام العالم كله، ماشي قدام مصر. احلى كلام. بص بقى يقول لك ايه يا جماعه، دمياط راحت عليها، دمياط ما بقاش فيها صناعيه بتوع زمان، دمياط الجوده بتاعتها مش زي المستورد. قول انت بقى. دمياط تمرض ولا انت موت؟ دمياط تمرض ولا انت موت؟ برجالتها، بصناعتها، بعمالها، بابتكارها، بفنها، برجاله كبيره زي حالاتي، لأن الصناعية الكبيرة بتعلم الأجيال اللي طلع. وأنا ماشي كده وعمال بتفرج زي ما بقولك كده على موبيليات الأصول، الشغل ده إيدين يدوي، يعني مش مكن، مش فرم. مكن وبعدين بيتعال على لا لا فرم أني أنا بس برسمها، لكن الأمية اللي فيها دي بنعمل مسطرة وبعدين نوديها المكن وبعد كده يجي الأمياجي نفسه والنجار يظبطها زي ما أنت شايف كده. أصل أنا مرة شفت في الصين مكنة يخش فيها لوح الخشب باليمين يطلع الناحية التانية تاني. محفور ومنحوت وبتاع، بس ده شغل فورمة جوه المكنة. لا 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 لا، ده شغل يدوي، ده يدوي اللي هو يعني يتقل بالذهب. يا ولا هنا الشغل ما انت شايف كل في كل نوع شكل، يعني اللي هو المكسي، الشغل ده مكسي ده اللي بيتحط له كله التنجيد بالقماشة بكله، قماش بكل حاجة. ده شغل نوع تاني، ده شغل بقى لازم يبان في الصنعة، يبان في الصنعة دي كلها. دي صنعة هنا بقى ما تيجي تبص بقى باشا. لا ده انا عايزه يقرب معايا. ايوه هنا اهو. زوم لي والنبي علي، بقول لزميلي مدير التصوير يزوم لنا على الحلاوة. شايف هنا، بص هنا على الورد والزهر، ده كله يدوي، ورد وزهر يدوي طبيعي. قسما بالله احنا بنقعد نشتغل في الشغل ده عشان نقول للعالم كله احنا دمياط اهو ومصر اهو، والرئيس عبد الفتاح السيسي فتح لنا شمعه وشعله كبيره قوي في دمياط اللي هي اسمها مدينه الاساس. تعال نكمل كلام عشان عاوز كلام. عايز اشوف انا الناس وهي بتشتغل في القيمه قدام. ما بص نوع اهو، وده نوع تاني. دي بقى دي هتطعم بصدف بقى. استفادوا مننا يا جماعه، دي هتطعم بصدف. السفينه اسمه طقم السفينه اللي سفينة. هو بوز السفينه. بوز السفينه دي بوز السفينة. امال ايه النقط اللي دي انا افتكرتها صدف من بعيد؟ لا 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 لا، دي ايه دي بقى؟ دي عشان نازل الدهان. لان دي راح الدهان. نازل. علم الانسان ما لم يعلم. شوف بقى انا حاولت اتفازلك، جه عم جه الحاج عبده يعني ايه لمس اكتاف. الحتت الصغيرة دي عشان تحدد الاميات فين؟ الامية اللي بيفحر بيحدد فين؟ ما ده الفن، المهنة فن دمياط. دي فن دمياط. انا قاعد هنا من الساعة 9. بص يا استاذ يوسف، انا بنزل هنا من الساعة 9 الصبح، ما اروحش الا الساعة 9 بالليل.
دمياطي ده الطبيعي بالمناسبة ما يعني. ما باكل شندوتش الصبح هنا وشندوتش الظهرية وبالليل راح أكل مع عيالي. فطرت النهاردة إيه يقول لي؟ نعم؟ فطرت إيه النهاردة؟ فطرت إيه؟ بيضة بالقشطة. بيضة وفول بالقشطة. لا ما باكلش فول عشان ما تخنش حبيبي. حبيبي يا رياضي. الناس دي كلها نجارين من أول الباب ده لغاية أصغر واحد معانا اللي كان ابن محمد. محمد راح فين صحيح؟ وعبده يا محمد. أيمن ابنك برضو؟ لا أيمن يعني خال مراتي. ماشي ماشي. كله بيشتغل معانا لأن أنا عن نفسي ما أقدرش أمشي المنظومة دي لوحدها. أنت اللي محمد يا ابني. فين محمد؟ محمد الربيع. خد بالك يا أستاذ يوسف ما فيش حد بيشتغل عندي. محمد ربيع داخل علينا اهو. محمد عبد الربيع ازيك يا ابو حميد عامل ايه اخبارك ايه؟ طب والراجل ده بقى يعني ما احنا عايزين بقى نتكلم معاه. الراجل ده بقى ليه في الشغل ده وشغل الكلاسيك والقيمة والفرنساوي والطلياني ولا ده الراجل بتاع الجيل الحديث؟ يا بابا احنا عايزين نعمل المودرن والالترا مودرن وعايزين قول لي يا ابو حميد الموديل اكيد اللي في السوق دلوقتي هو الموديل ده اللي ماشي ده بتاع الاجيال الجديده الجديد طب ينفع نمشي الاثنين يعني يبقى الحاجه بتاعه الحاج عبده الاصيله بتاعه ذا اصلا انا من الجو ده يعني احب الحاجات دي وقيمه وشغل فن جميل يعني ينفع ابقى انا في المصنع بشغل الحاجتين الاثنين اكيد عشان في زبون ده وفي زبون ده اللي تيجي تقعد تقول له بابا خلاص بقى الكلام ده خلص وراحت عليه الجيل بتاعهم موجود وفي اكيد ناس يشتري والجيل بتاعنا اكيد يشتري من الكلاسيك جدع المودرن جدع ابو حميد هنكمل كلامنا كنا في مصنع وورشه الحاج عبد الربيع وولده وكل اللي حواليا ابنائه واخواته جوز بنته هناك اهو بيشتغلوا معانا صباح الجمال الكل بيشتغل مع بعضه دي دمياط بالمناسبه ولسه في حواديت هتتحكي خليكم معانا بصوا يا جماعه علشان تبقوا انتوا فاهمين انا فين انا في مكان اسمه مركز تكنولوجيا الاساس ده تبع وزاره الصناعه مهندسه اسماء فوده هي رئيسه المركز ازيك اهلا وسهلا بحضرتك الحمد لله تمام والله شكرا اشرحي لي كل الحاجات اللي انا مش فاهمها دي انا دلوقتي واقف قدام مكنه دي بتعمل ايه دي بتختبر الكرسي بتختبر السيت والباك بتاعه القعده والظهر الاختبار هنا بيتم طبقا للمواصفه الاوروبيه يعني حسب المنتج هو في الأول بيجي العميل بيقول المنتج ده بيستخدم في إيه لو استخدام منزلي أو فندقي أو مدارس أو مستشفيات لازم الأول هو يقول لنا هو بيستخدم في إيه بعد كده بيدخل تبع المواصفة الأوروبية بيقعد على الكرسي ده يعني بيعدي على كل المراحل اللي ورانا دي من أسبوعين لثلاث أسابيع يفضل بقى المكن الهيدروليك ده يطلع وينزل كأنه حد قاعد عمال قاعد وقايم طبيعة جسم الإنسان استخدام منزلي ومش استخدام عادي استخدام سيء كمان يعني لأصعب وأسوأ مراحل استخدام عيل شقي بيتنطط على كرسي في المدرسة هو فعلا في اختبار هنا هو اسمه دروب تيست ده لو طفل فعلا بيتنطط في اختبار كده فعلا يعني وده طبق للمواصفات الاوروبيه الاوروبيه احنا ما بنختبرش الا الاوروبيه عشان نبقى احنا زي ستاندرد زينا زي بره احنا المعمل هنا تبع كاتس في ايطاليا احنا برضو اتدربنا في المعمل هناك في ايطاليا على المواصفات الاوروبيه وتشغيل الماشينز في الاختبارات الجزء ده للكراسي والكنب الجزء الثاني من المعمل ده الحاجات اللي هي زي الدولاب او الكابينتس والحاجات اللي هي فيها كمان فتح وغلق للي هو الدرج مظبوط يعني يبقى في مكان قاعد عمال بيحرك الدرج رايح جاي رايح جاي يعني في مكان هناك بالظبط ومش بس كده ده هو انت في الاستخدام العادي احنا بنحط حاجه جوه الدرج بنحط مثلا حاجات اللي هي بتاعه المطبخ بتاعه النيش الكلام ده هو في بلي او المواصفه كده ان يفضل الجسم ده يتحرك جوه الدرج ياخد بقى كم حركه فتح وقفل لحد ما تطمنه حسب المواصفه بتحدد حسب هو جاي استخدام ده مثلا ده استخدام بتاع مكاتب بيبقى اعلى والهارد فيه اكتر علشان استخدام مفروض مكتبي مش استخدام منزلي المنزلي بيبقى اقل اختبارات اقل
بحط جواه زي اوزان علشان وكانه الدرج محمل بشيء ما، فاشوف بقى مستحمل ولا ايه. في وزن، وجوه الدرج كمان في جزء متحرك في بلية. حلو. طيب ده الدرج، لكن مثلا لما اجي اختبر دولاب في مكنه بتقعد تفتح وتقفل المكنه دي اسمها بوفايدي دورز، دي برضو علشان احنا بتفتح وبتقعد تقفل الدولاب. في سلايدنج حسب هو جاي لاستخدام ايه. عارفه انا مره زمان قالوا لي انه في المانيا في مكان بيقعد يختبر الادراج ويفتح ويقول لك مش عارف في كام الف فتحه وكام، يقول لك دي مصممه فما تقلقش. المعمل هنا يعني يعتبر زي معمل بره، معامل بره زي فايره وكاتس، لان في مركز تاني في لينا في فرع تاني في العاشر من رمضان وعنده معمل زي ده تبع فايره في انجلترا، واحنا تبع كاتس هنا المورده للمكان بتاع المعمل. وبالتالي ما فيش اي حاجه هتطلع من مدينه الاساس غير لما تخضع للاختبارات هنا الاول. هو لحد دلوقتي الاختبار مش الزامي، بس طبعا في ناس بتحب تختبر علشان قبل ما تعمل انتاج كمي، فبيعمل مثلا بروتوتايب نموذج اولي حاجه زي كده، وده بيختبره علشان يعمل انتاج كمي منه، او هو مثلا طبعا علشان الثقه بتاعه المنتج المصري مفروض ان الحاجه تعدي هنا علشان بره مطلوبه. يعني الاختبارات دي في العالم من زمان جدا، فدلوقتي في حاجات في دول دي من الاشتراطات بتاعتها عشان التصدير. يعني احنا زمان في مصر ما كناش نعرف ان في حاجه اسمها ضمان على الموبيليا، وبعدين مؤخرا بدانا نسمع ان في ضمان، يقول لك المطبخ ده ضمان 25 سنه، غرفه المعيشه ضمان مش عارف قد ايه. المراكز دي او مركز زي بتاعنا ده هو اللي يقدر يقول ده صالح للاستخدام بضمان مده كذا. مظبوط. هو لو معرض او حد بيقول كده هو برده ما عندوش ان هو يقدر يحكم الحكم ده. لازم يبقى فيه شهاده بتقول ان المنتج ده مطابق للمواصفات الاوروبيه والعالميه. باشمهندسة انا اشكركم على وجود المركز، ويا رب يا رب انه بعد كده كل المنتجات اللي هتطلع دايما تبقى واخده شهادات اعتماد المركز قبل ما تطرح محلي او تطرح للتصدير. انا بشكرك جدا جدا لحضرتك، نورتنا. شكرا. شكرا ليك. فيعني الحاجه اللي طالعه من هنا معتمده عليها الختم بتاع الجوده. مين كان يتصور ان احنا عندنا في مصر حاجه زي كده؟ على العموم لسه هتستكشفوا اكتر على مدينه الاساس في دمياط، استنونا. أنا قد المشوار، أنا ليه
السيدة انتصار السيسي، حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيدات والسادة الحضور، أهلا بحضراتكم من جديد. نجتمع اليوم لنحتفي بالمرأة في يومها ونؤكد على أحقية مطالبها لتتمكن من استكمال دورها في العطاء لكل من تهتم لأمرهم. وإن سمحتم لي أن أنحاز إلى المرأة المصرية الصامدة الباسلة المقاتلة إن احتاج الأمر، تلك المرأة التي تحمل أسرتها على أكتافها بحب وصبر وجلد، الآن استطاعت أن تحجز مكاناً لها في كل المجالات بفضل قيادة آمنت بها وبقدراتها وإمكانياتها، قيادة حرصت على تمكينها في شتى مناحي الحياة، إذ لا تمر مناسبة دون أن يشير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية المرأة ومكانتها ودورها، وآمن سيادته أن تمكينها هو كلمة السر في بناء الحضارات القوية. وبالنظر لما تحقق في عهد سيادته، نجد أن المرأة المصرية بالفعل تمكنت اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وكيف لا؟ وهي التي إن كانت تمثل نصف المجتمع فهي أم وأخت وابنة وزوجة النصف الآخر وراعيته، فحرى بالجميع أن يحتفل ويحتفي بالمرأة كل يوم. تعليمي ده انا عاوزين يجوزوني بدري. طب انت عاوزين يجوزوكي بدري، انا بقى عايزيني اشتغل وانا في السن ده. يعني ايه ما نتعلمش ونشتغل وما نلعبش رياضه كمان؟ لا 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 كده ما ينفعش. عايزاكي في البيت دكتورة والأستاذة والشطورة. ونبقى العقل الأمر
والآن نتشرف بدعوة السيدة انتصار السيسي حرم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المسرح لتكريم عدد من الأيقونات والنماذج المصرية الملهمة. الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي والتي كانت من رائدات العمل الخيري في مصر، حيث أسست جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر. اتسم أسلوبها ونهجها في الدعوة وفي الحياة بالبساطة والصدق، فتركت بصمة مميزة لدى الكثيرين. وقد توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، وتتسلم الجائزة نيابة عنها ابنتها رودينا ياسين محمد بسيوني. الأستاذة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس الخيري لعلاج الأطفال بالمجان، كاتبة وباحثة سياسية ومن أهم النساء المحاربات لحقوق المرأة المصرية. السيدة ليلى هاني سالم، عضو مجلس الأمناء لمستشفى بهية التي تعالج السيدات التي يعانين من الإصابة بسرطان الثدي بالمجان، ومدافعة نشطة للغاية عن حقوق الحيوان. السيدة الراحلة علا لطفي غبور، والتي كرست حياتها للعمل الخيري، فتبنت فكرة إنشاء مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال، إلى أن تم افتتاح مستشفى 57-357، كما أسست أيضاً جمعية أصدقاء معهد الأورام وغيرها من المبادرات والجمعيات، وتتسلمها عنها ابنتها الأستاذة دينا رؤوف كمال حنة غبور. الفنانة رجاء حسين، واحدة من أفضل فنانات مصر، قدمت العديد من الأعمال الفنية التي تعدت 180 عمل فني متنوع ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات.
الكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة سيد أحمد، واحدة من أعلام الصحافة المصرية، فهي كاتبة صحفية مخضرمة وأول محررة عسكرية عملت على توثيق ملف القوات المسلحة في أكبر الصحف المصرية، كما أنها عضو الهيئة الوطنية للصحافة. السيدة ديانا سعد جرجس، مؤسسة مبادرة شجرة التوت لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المشهد الفني والثقافي في مصر وتوفير بيئة آمنة لهم للتعبير من خلال التعليم الفني والثقافي وفرص المشاركة الفنية ونشر الوعي. المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، واحدة من أبرز مخرجات جيلها، والتي يتم تكريمها تقديراً لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم أهم القضايا والتعبير عنها على الشاشة. السيدة أمل الزناتي أحمد، وهي إحدى النماذج النسائية الملهمة والتي تجسد صورة جديدة من صور الكفاح التي يسطرها دوماً ذوي الهمم، فقد قهرت الظروف واتجهت للعمل في مهنة صيانة الجرارات التي تشق على الكثير من الرجال وحققت فيها نجاحاً لافتاً. الإعلامية سهير شلبي، واحدة من إعلاميات مصر القديرات، حيث عملت لفترة طويلة في التلفزيون المصري وقدمت العديد من البرامج الحوارية وبرامج المنوعات التي أثرت التلفزيون المصري وتركت بصمة لدى المصريين. السيدة تهاني عزة عطية، رئيسة جمعية الملاك الصغير وصاحبة بصمة خاصة في مجال العمل الخيري، فقد سخرت كل حياتها ووقتها للفتيات اللقطات الصغيرات وتنشئتهم تنشئة سليمة وتعليم أساسي وجامعي، ونظراً لظروف مرضها تتسلم الجائزة بالنيابة عنها ابنتها المهندسة نشوى أحمد وائل. السيدة فاتن صلاح الدين حسن، إحدى نماذج الفتيات الناجحات من صعيد مصر، حيث قامت بالتوجه إلى مجال جديد عن طريق إعادة تدوير مخلفات الموزة المنتشرة في البيئة المحلية بمحافظة أسوان لإنتاج أدوات منزلية.
الفنانة فردوس عبد الحميد، إحدى أهم فنانات جيلها وصاحبة رصيد فني مثري في السينما والمسرح والدراما، أثرت في قطاعات واسعة داخل مصر والوطن العربي، وحظت على احترام وتكريم من كافة البلدان العربية. السيدة عزة محمد سمير كرست حياتها في التطوع لخدمة المجتمع لأكثر من 25 عاماً لتقديم حياة أفضل للأطفال والشباب الأقل حظاً، فقامت بتأسيس جمعية نداء لإعادة تأهيل الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التواصل الحسي، وهي الجمعية الأولى في مصر التي تقدم تأهيل متكامل للأطفال التي تمت لهم زراعة قوقعة لتعلمهم كيفية التخاطب دون استخدام لغة الإشارة، وقد تم الاستعانة بخبرة ومنهجية جمعية نداء في المجال لنقلها لمراكز مشابهة في سوريا والسعودية واليمن. أيضاً أسست جمعية وطنية لتطوير دور الأيتام، وهي أول جمعية في مصر تعمل على تطوير وتطبيق معايير جودة الرعاية في المؤسسات الإيوائية مثل دور الأيتام. اللاعبة هنا جودة لاعبة تنس الطاولة، وهي أول لاعبة مصرية تتصدر التصنيف العالمي للناشئات تحت 15 عام، وقد وصفها الاتحاد الدولي للعبة بأنها صنعت معايير غير مسبوقة وتعيد كتابة تاريخ اللعبة في قارة أفريقيا. السيدة سهير عبد القادر مصطفى رئيس ملتقى مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، وهي الأمين العام لمهرجان القاهرة لسينما الأطفال، وتولت كذلك العمل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمدة 25 عام. الدكتورة زينب سامي علي منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية، وهي واحدة من أكثر المشاركين والمؤثرين في المبادرة داخل محافظة الغربية، حيث قامت بأداء كافة الأعمال والتكليفات التي توكل إلى الفريق بكل دقة وفي مواعيدها، وساهمت في حصول فريق الغربية على الفريق المثالي أكثر من مرة. الفنانة صفاء أبو السعود فنانة وإعلامية واستعراضية وصاحبة مواهب متعددة وشاملة، ساهمت في رسم البهجة وأحلام الطفولة والشباب بما قدمته من أغاني واستعراضات لا تزال هي الأكثر تميزاً في عقول ووجدان الناس حتى الآن. الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد واحدة من أهم الكتاب والصحفيين في مصر، وأحد أبرز الوطنيين الداعمين للدولة وجزء من مشهد عظيم لثورة 30 يونيو المجيدة، ونظراً لظروف مرضها الشديد الذي حال دون حضورها تتسلم الجائزة نيابة عنها الأستاذة سوسن محمود الدسوقي. السيدة هبة مرسي أحمد أخصائية تمريض بوحدة العزل ووحدة العناية المركزة في مستشفيات جامعة المنوفية، والتي لم تتوانى عن دورها وعملها في ظل الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا،
حيث تعاملت مع حالات العزل وشاهدت تأثير الفيروس اللعين على المرضى وعلى زملائها وعلى إصابتها نفسها بالفيروس، وقامت مرة أخرى وعادت للعمل 24 ساعة متواصلة في ظل الأعداد المتزايدة للحالات المرضية. الفنانة نيلي أحد أهم وأرق الفنانات في مصر، ومن أجمل من قدم الاستعراضات والفوازير في مصر والوطن العربي، وقد كانت ولا زالت صاحبة تركيبة فنية فريدة لها أثر وإرث لا يمكن تكراره. والآن نتشرف بكلمة السيدة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بحييكم جدا. قبل ما ابتدي في الكلمة عايزة ابلغكم سلام وتحيات سيادة الرئيس. عايزة احييكم واقول ان يعني بقالنا كتير ما اتجمعناش، ودي مناسبة جميلة جدا ان احنا نتجمع صحابي حبايبي اللي بقالي كتير ما شفتهمش. بصراحة سعيدة جدا ان انا شفتهم النهاردة لان دي مناسبة سعيدة. وكان طبعا الرئيس يأمل ان هو يكون موجود معانا النهارده، بس طبعا حضراتكم عارفين ان هو مرتبط، فان شاء الله المناسبه الجايه هيبقى معانا، وان شاء الله نكون كلنا مع بعض نحتفل بالمناسبه السعيده دي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في مثل هذا اليوم من كل عام تتجدد سعادتي بشكل خاص تقديراً وحباً لكل امرأة في يوم تكريمة والاحتفاء بها من جميع دول العالم. سيدات مصر العظيمات، حينما ننظر حولنا في كل مكان نرى عظمة المرأة المصرية، تلك المرأة المكافحة القوية الصابرة الأصيلة والمخلصة في حبها لتراب وطنها. هي المرأة التي تضع دوماً أسرتها الصغيرة في قلبها، تحيطها برعايتها وحنانها، وتحلم دائماً بغد أفضل لها، وهي التي تعمل وتكافح لبناء بلدها، وتحلم بأن يعم السلام والأمن والاستقرار ربوع وطنها. فهذه المرأة هي الأساس المتين الذي يبنى عليه المجتمع بأكمله. ومن هنا أود أن أتقدم بخالص التحية والاعتزاز والتقدير للمرأة المصرية العظيمة في اليوم العالمي للمرأة. فإن اجتمعت كل كلمات الشكر والامتنان فلم ولن توفى بحقها وقدرها الكبير. وأؤكد على أنه إذا أردت أن تعرف رقي أمة فانظر إلى مكانة نسائها كيف تكون. ولا بد أن ندرك أن إعطاء المرأة حقوقها لا يقتصر فقط على إتاحة الفرص لها، بل تستحق أكثر من ذلك. تستحق دعمها ومساندتها ومنحها العديد من الفرص المميزة والمؤثرة. وأؤكد أن إحداث التغيير الإيجابي
في المجتمعات والدول لن يتم دون إحداث تغيير في معاملة هذه المجتمعات للمرأة. وكل أمل في أن تحصد بنات مصر ما نزرعه نحن النساء، وإن يحصلن على السعادة التي تستحقها كل منهن، فهن صانعات المستقبل، كما أرى فيهن فتيات يكسرن كل الحواجز والعوائق لرسم مستقبل وطننا الغالي بأيديهن، ويكتبن تاريخاً جديداً نفخر به جميعاً نساءً ورجالاً. وختاماً، أؤكد أن المرأة المصرية ستظل هي أيقونة النجاح، وهي عماد المجتمع وشريكة في بناء هذا الوطن. كل عام وكل امرأة مصرية تنعم بالخير والصحة والسعادة. كل عام وأنت بعزة ورفعة وكرامة. كل عام وأنت ملهمة للجميع. كل عام وأنتن جميعا بخير وصحة وسلامة. كل عام وأنتم بخير. حلو بصراحة جدا الاحتفال، بالنسبة لي حلو اللحظة اللي شفت فيها يعني محافظ ألقاب طبعا صفاء أبو السعود. يا خبر أبيض على ذكريات الطفولة، حاجة أكتر من رائعة يعني. وبعدين ليها بتتكرم برضو، شيء رائع وجودها يعني في الاحتفالية نفسها باعتبارها عنصر رئيسي في الاحتفال. بيرجعني، لا مش هينفع أقول رجعنا كم سنة لورا، المهم يعني أهو رجعني كده كم سنة حلوين لورا. انبسطت بصراحة يعني، جالي حالة من حالات البهجة كده، وهي كمان أصل كمان صوتها مبهج وأدائها أكثر بهجة. كمان سيدات مصر الفاضلات أو الفضليات اللي تم تكريمهم كانوا كلهم رائعات. يمكن أنا بتربطني صداقة بالأستاذة سنيئة أنيسة حسونة، ربنا يا رب يديها الصحة، ربنا يديها الصحة، ربنا يديها الصحة يا رب، ويقوها بألف صحة وسلامة دايما. فكنت سعيد جدا بالتكريم بتاعها. أخيرا وليس أخيرا، ودي بالمناسبة هي واحدة من الملامح اللي عجبتني خالص، أريحية وتلقائية السيدة انتصار السيسي لما وقفت على البوديوم قبل ما تبدأ الكلمة بتاعتها بشكل رسمي، وهي بتقول وحشتوني أصحابي وحبايبي بقالي كتير ما شفتهمش، وبعدين بدأت تتكلم. وبالمناسبة هي حاجة تلقائية جدا يعني، حاجة بتاعت سيدة مصرية لطيفة عادية جدا 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 يعني، مش هقدر بقولك ايه. وده بيعتبر في الإلقاء الخطابي حاجة اسمها الآيس بريكنج أو كسر الجليد حتى نلقي، لأنه احنا مش في اجتماع يعني. سيدة انتصار اتعاملت باعتبارها سيدة وامرأة أم مصرية مع كل الحاضرين، تربطها علاقة صداقة ومحبة ومودة بالموجودين، فعبرت عن ده وبعدين ألقت الكلمة بتاعتها بشكل رسمي. فكل سنة وكل سيدات العالم بألف صحة وبخير، كل سنة وكل سيدات مصر دائما بألف صحة وبخير. أظن خدوا كل اللي هم عاوزينه تالت ومتلت، يسيبوا لنا أي حاجة أي حاجة، احنا عيد أب محدش حاسس بينا. مش اقول لكم الفقرة اللي احنا فيها دي، سنة استأذنكم بقى، الفقرة اللي احنا هنبدأها تفتكروا التطبيق اللي اسمه جوه الحلة، والتطبيق ده هو معمول علشان اخواتنا وبناتنا يعني اللي هم صاحبات البصيرة. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ احنا هنعمل شكل من اشكال احتفال مختلف، احتفالنا المختلف بتطبيق جوه الحلة. و يعني احنا قرايب ولا ايه؟ إيمان الحسيني ويوسف الحسيني، فاكيد احنا اخوات. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ تطبيق جوه الحلة ده طلع حلو ومفيد جدا. طب طلع طعم يعني يأكل يعني، أنا شايف قدامي حاجات ومكونات وشايف قدامي بقسماط وبيض وفراخ، وشكلنا هنعمل فراخ بانيه وبصل، أنا أحب البصل. وده إيه؟ ده روزميري ده ولا إيه؟ ده روزميري وملح وفلفل، وده زيت زيتون، طماطم متقطعة، خيار. طب أنا هنقنق على ما هنروح لفاصل مع دكتور إيمان الحسيني صاحبة تطبيق جوه الحلة، وضيفتنا الكريمات اللي هيكونوا موجودين معانا ديما داود وسارة لطفي.
هم ياكلوا؟ لا هم مش هياكلوا، انا اللي هاكل. هم هيعملوا الاكل وانا هدوق. بس وعدتكم ان انا مش هطول، يعني اصل فضلت خيركم. عندنا في البيت النهارده فرخه محمره، بس فرخه بلدي مع شويه قلقاس ورز ابيض. الله اكبر. فانتوا شطارتكم يا تدوقوني الاكله دي فاشبع وارجع البيت ما اكلش، يا هتدوقوني فيبقى فاتح شهيه. لا ان شاء الله نضمن لك ان هنشبع. توكلنا على الله. فاصل ونبدا الكلام. دلوقتي بقى معاد الحلو كله الاكل. دكتور ايمان الاول اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. انا إيه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. ساره ازيك يا ساره؟ زي حضرتك. مكسوفه ساره قوي 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 قوي. ديما مش مكسوفه يعني. ديما قالت انا هغني. خدت فرصتها في اللحظه دي. ديما قالت انا هغني وانا بقطع. اغني ولا قلت لها غني يا ديما؟ دي هتطلع. يا ريت يا ريت. لا غني غني ولا يهمك يا ستي. طب احنا هنبدا بقى نعمل ايه؟ قولي لي يا دكتور. بالنسبه لساره ان شاء الله هي هتعمل لك النهارده فراخ بانيه. ماشي. وبالنسبه لديما هتقدم لكم سلطه الفتوش. اوكي. ايه رايك؟ اي بصي كل اللي يبعته ربنا حلو كده. المهم المعده تاكل وتتروق. ننبسط كده. ننبسط. ساره استغلت فتره الفاصل وقالت تتبل البانيه عشان يلحق يشرب التتبيله فتحس بقى بطعم التوابل. حطيتي يعني ايه يا ساره؟ قولي الاستاذ يوسف. حطينا طبعا ملح وفلفل وحطينا بصل وحطينا بصل بودر وحطينا جنزبيل وبس. وليمون. وليمون. انا شايف جنبك روزميري. ده بيعمل ايه بقى؟ روزميري برضه. يعني شغال معانا. حلو. اوكي كده احنا بقى تبلنا الفراخ وقلبناه بقى في التتبيله ودلوقتي بقى هنعمله بيض بقى ولبن. هتحطيها في البيض واللبن والبقسماط والحاجات دي؟ تمام. بس هنحط الزيت على النار الاول. دي ما هتبدا تغني، احنا متاكدين من ذلك. طبعا بتجهز دلوقتي. حضري اغنيتك قديمه. اكيد نازل. ايوه صدقني هتكون مبسوط. اكيد ومعاك الخيار نازل هتكون مبسوط عشان معانا. أيوة. الاول. هنكسر بيض بقى ونحط عليه ملح وفلفل. ايوه ولبن. ملح وفلفل ولبن. واحنا بنحط ليه لبن؟ عشان يطري البني من جواه من قلبه. يا ولا ده 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 احنا غرشين كل شيء. مفيش حاجه بتتحط كده ولا كده. عندي دي ما بتقطع الخيار تقطيع الجواهر دي. اصابعك وراها. لازم اصابعك وراها. لازم تاكل اصابعك وراها عشان طيب. اكل. طب خلي بالك انت بس من اصابعك. الله يسامحك. انت عارفه ان انا احسن واحد في الدنيا يعور نفسه بالسكاكين. فعلا عظيم. لا ما اقولكيش انا اكل بس بعرف اطبخ اظن. مش ناس كتير معترفه بطبيخي صحيح. طب امتى بقى هتعمل فقره ونشوف فيها موهبه الطبخ بتاعتك؟ نعمل كده طبعا. يا خبر ابيض. ده انا بحارب علشان اعمل الموضوع ده. نفسي انا اللي اطبخ مش بس اكل. ادي اللبن اهو. حطينا اللبن على البيض وملح وحطينا ملح وفلفل وبنضربهم بقى مع بعض كده. ايوه. وهنحط بقى البانيه. انا راجل ضمير بقى يا ساره. بقى انا راجل ضمير بقى. عايز بقى ايه؟ ضرب افترا. ضرب؟ لو في بيض زياده احنا ممكن نعمل قرص اومليت كده ننقنق فيه على. في. بس بعد كده بقى هنحط البانيه بقى فيها. ايوه. نلبس بقى جوانتي وجو ايه؟ اول بانيهايه. ونغطس البانيه في البيض باللبن وبعدين البانيه البقسماط بقى. نحطها كده ونضغط عليها. عشان يثبت يعني ما يقشرش. ما شاء الله عليكي. تركات بقى وحركات. حركات. بس وهنحطها بقى في الزيت. اديله بقى ايه؟ واديله طشه. لسه الزيت بارد قوي. لسه بارد. سمعتي انت ما بيعملش التش؟ عرفتي انه بارد. ما بيعملش. لازم يعمل تش كده. احنا هنقضيها تقطيع يا ديما. انت بتحب تسمع ايه؟ انا بحب اسمع فيروز. والله بجد؟ ايوه. لا ده لا بص انا اكتر واحد في الدنيا ممكن يكون بيسمع فيروز. ليه؟ بحبها قوي. اكيد انت رومانسي؟ بحب فيروز حب غير طبيعي. مفيش حد ما بيحبش فيروز يعني اصلا. وانا طفل في بيتنا
فكان دايما صوت فيروز عارفه يقول لك يصدح داخل المنزل. ابويا وامي الاثنين يحبوا ابويا الله يرحمه بقى يا امي الله يديها الصحه يحبوا فيروز حب غير طبيعي. نركب العربيه فيروز كل حاجه فيروز. فانا كبرت على صوت فيروز بجد مش هزار. مره قلت استاذ مفيد فوزي هو مشهور بانه من اكتر الناس ربنا يديله الصحه اللي يحبوا فيروز. قلت له انا احب فيروز اكتر منك. واحنا كمان بنحب فيروز ونحب اللي يحب فيروز. يا سلام يا سلام ربنا يخليك. دي ما تبليهم وما تحطيهمش في الزيت اصبري شويه. طيب ماشي نستنى عليهم شويه عشان ما يشربوش الزيت صح. شفتي بقى هما كده الزيت لسه جاي الحاجات دي مش موضوع يشرب الزيت دي قوي صح. شايفه ايه بتحب لفيروز؟ فيروز اقول لك انا كنت احب بقى اغاني كل اغاني فيروز بس مثلا نحن كنا طالعين بس انا نشاز ما تسمعنيش طالعين ومش نازلين كده احبها جدا. تغني معايا طب يقول لي خليها تغني معاك انا اغني يا نهار تضيع مستقبلي ليش؟ لا انا صوتي وحش في الغنى. طيب بس انا مش بحب الاغنيات دي. طب حبي ايه؟ طب قولي اللي انت بتحبيه. قولي بس تقولي ما بحبش الاغنيه دي وبحب الاغنيه دي ولسه ما سمعناش حاجه. ايوه قولي لنا بقى دي المقادير بتاعت الفن. خيار طماطم خس او كابوتشا انا احب الخس زيت زيتون يا عيني ملح خل التفاح او خل ابيض. هو الفتوش بيتحط عليه دبس رمان؟ احيانا اوكي لكن عاده لا. يعني لمن يحب وبيتحط له نعنع وبقلي برضه بس برضه احيانا على النار شويه. اوكي نزود النار. حاضر. هو تقريبا تعتبر مش شغاله لانه كده صعب قوي. هي كده مش شغاله فعلا لان انا مش سامعه صوت اي حاجه بتعمل تش. هو لو في حد من ال نطلع فاصل ايه رايكم؟ لا حد يجي يظبطها لنا. تمام. طيب احنا بصوا يا جماعه هنطلع فاصل على ما ساره هتظبط لنا البقسماط وديما تقطع اللي مش بقسماط ونطلع فاصل نظبط احضر لك اغنيه برضو وتفكري في اغنيه. تعالوا نطلع فاصل يا جماعه. بص الكلام ما ينفعش يبقى حاف فلازم ايه اقول لك. اصل انا القعده دي كنت بقعدها مع طفل صغير قد كده. طفل صغير مكور شعره طويل قاعد جنب امه في المطبخ قاعد عمال بياكل اي حاجه حواليه لحد ما الاكل يخلص. لا احتمل الجوع. انا شخص لا احتمل الجوع. فاحنا بالمناسبه كان عندنا حدوته كده متعلقه بتسخين الزيت ومش عارفين كلنا نشغل الجهاز المتطور العظيم. انا من بتوع البوتاجاز المصانع الحربيه الابيض ابو يعني ابو انبوبه ده بتاع زمان. مهم يعني فمش ده موضوعنا. خلينا نجد ترحيب مره ثانيه بدكتور ايمان الحسيني صاحبه تطبيق جوه الحله وبناتنا ساره وديمة منورين. فساره طبعا يا عيني متورطه دلوقتي في موضوع تحمير الفراخ البانيه في الزيت وقالت لي بص بقى يوسف عبي كلام على ما الزيت يسخن. ديما قالت انتوا كده غالبا مالكوش عندي غير طبق السلطه والفتوش وانا كده بقى انقذتكم وما غنت لناش اي اغنيه. طب انا عندي سؤال. انت ما تبقيش قلقانه وانت ماسكه السكينه وتقطعي وكده؟ لا بتبقي مسيطره على الموضوع. عشان عارفه انا وين عم حطها. طب هو عم حط المكان اللي عم حط فيه كده. انا مش بعمل كده لانه انا عارفه ايدي وين حاططها. عارفه ماسكه ايدك للحاجه وماسكه السكين. وسارة برضو تبقي عارفة الأماكن بتاعت الحاجة وتعرفت بتتأكدي مثلا إزاي إن حتة الفرخة دي خدت نصيبها العادل. شوفي نصيبها العادل سياسة مسيطرة علي نصيبها العادل من البقسماط. ما أنا لما بحطها بإيدي في البقسماط وبحط برش عليها واتك عليها كده عشان يلزق فيها بس وبشيلها نفضها وحطها بقى في الزيت. هي كده بتبقى غريب. البنات غريب. طب تعرفي منين إنها استوت؟ لا دي بقى بالممارسة يعني ما بتجيش من أول مرة سنس كده. لا هي يعني بتاخد دقيقتين ثلاثة على كل ناحية ونقلبها. بس عشان أوصل للمرحلة دي يعني كذا مرة أنا بدوق بقى. يعني أروح جايبها وأشوف حاجات زي كده لحد كمان ملمسها في الشوكة أو في المعلقة بيبقى هي كانت طرية أول ما حطيتها. لما بتستوي بتبقى يعني مخرفشة. إيه مخرفشة. أيوة هي دي. أيوة. مخرفشة كده في المعلقة فملمسها بيبان. أيوة. بس وريحتها طبعا. وهي ما يعني البانيه ما بياخدش اصلا سوا كتير. لا احنا معانا هياخد سوا النهارده. هنسهر معانا النهارده قاعدين مع فراخ بانيه مشبعه بالزيت النهارده. يومنا الجميل. انا عايزه اقول لحضرتك كمان يا استاذ يوسف انه لو سمعت ساره وهي بتشرح
بتقول ملمسها بتقول صوتها ده اللي احنا مقومين عليه فكره تطبيق جوه الحل جوه الحل ان احنا بنوصف الوصفات كلها باستخدام الحواس الاربعه للمخوفين حلو جدا فما بنستثني حاسه الابصار تماما من الوصف وبنعوضهم بحواس اللمس والشم والسمع والتذوق فزي ما هي قالت لك كده ملمسها صح بيبقى في الشوكه مخرفش مخرفش في حاجه تانية بسمع صوتها زي مثلا غليان الميه فبنقول لها هتسمعي صوت الميه صوت فقاقيع الماء يبقى الميه غليت او بنسميها لهم بكبكه الماء بكبكه الماء بكبكه انا مره لازم اطبخ مبكبكه ديما برضو بقول لها ديما مش خايفه وانت ماسكه السكينه قالت لي انا عارفه ماسكه السكينه ازاي وماسكه الحاجات اللي في ايدي الناحيه التانية ازاي ما بقاش حاطه صوابعي فوقها تبقى بعيده عنها وبعرض بس ما كان مسافه يعني طب انت ما حطيتلناش بصل ليه على الفتوه لا يا استاذ والله مش طيب ببصل بس خلاص هبي فيا ليه في واحده هبي فيا اقول لها بصي انا هقلبيها واكتب اسمك حلو يلا بينا ايوه عارفه طبعا قلبيها على الوش الثاني لا حركيها هي الفراخ بدات تقول لحظه لحظه يعني لا يعني في واحده منهم هتقول اللي بتاع الطبق ده ايوه هي العين صغيره شكلها كده والناحيه الثانيه ساره بتتابع الفراخ وبتراقبها وديما بتحط الخيار والطماطم هو المفروض برضه ديما ما قالت لناش هتغني ايه مكتوب اسمك اشتغلنا لا لا قلت لك دي فاتك بقول لها ليه ما حطيتيش بصل قالت لي لا 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 بصل ايه بصل ايه يا استاذ البصل مع الخل مش طيب انت عارف شهرة ديما ايه في البيت عندها نحط ليمون عارف شهرة ديما ايه في البيت عندها ايه؟ انا عملت صنفور المعترض الصنفور المعترض الله يسامحك يا دكتوره بدك تفضحي انا ليا واحد صاحبي اسمه مروان ادري بس هو مروان يعني مذيع راديو شهير ومعروف اسمه صنفور غضبان يعني احنا بنشتغل سوا انا وهو واصحابه واحنا وزمايل لينا كتير يعني بقالنا داخلين على 20 سنه فهو اسمه جوه اللي جوه في ام عندنا الصنفور غضبان طول الوقت ما في شيء مش عاجبه طبعا هو انا يعني غالبا هشوفه بكره فاكيد هيقعد يهريني يلوم وتقريع يلا يا ديما سمعينا بكتب اسمك طب ايه هترشلنا بقى حاجات من الحاجات اللي جنبك دي بقى انا بدي ريش ملح وخل وزاد هلأ ولا غني ملح وخل وزاد اللي انت عايزاه انا ما بعرف طب ما تغني وانت بترشي على ما الزيت اللي احنا بنطلب من ربنا ايه ده بدأ أقولك بدأ يا سارة طلعت قماش يا رب طبعا عايزة اقول لازم قبل ما احط يعني يكون اول ما احط البانيه لازم يعمل كده صوت ان هو كده الزيت قدح وبقى كويس حلو لكن يعني هنا بقى معنا ربنا المكان ان شاء الله خير طب انا شايف كمان دي ما انت بتعايري ازاي بالمعلقه يعني بتعرفي منين الكميه لا على حسب انت شو بتحب برضو أوكي. دي مالها كميه معينه دي ذوقك بالضبط كده حتى الخل والزيت انت دلوقتي هتحطي الخل انا ماسك لك الطبقه بشوفها كده بس انت هتحطي وعندي لسه ودي برضو لسه يا حلو لي يا حلو غني يا ديما ديما يا جماعه بتوعدنا وعود ولا تنفذها حاضر ثواني بس للمعلقه لو سمحت كان عنا طاحون اي حاجه مكتوب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق بكتب اسمك يا حبيبي على رمل الطريق بكره بتشتت الدنيا على القصص المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى وهديتني وردي فرجيت لاصحابي خبيت هديتك مظهري لكن تداريها ولا تعطني فيها تضعت لهدي وهديتني وردي فرجيت لاصحابي خبيت بكتابي زرعت علي مخدي هديتك مظهري لكن تداريها ولا تعطني فيها تضعت لي
في الفراخ اللي هتضيع مني هديها. ماله القلقاس؟ ماله؟ اشتكى من مننا في ايه؟ على رأي يحيى الفخراني في فيلم، في فيلم بتاع ممكن ممكن ادوق عشان اعرف. دوقي دوقي ثواني بس. دوقي دوقي خليها بس تدوق دي، لو حد قرب من الطبق بتاعها هتاكله. اه والله. قال له جاي لك يا عدويه، فانا يعني جاي لك يا قلقاس. وادي زيت الزيتون. ايوه. حد بقى من السادة المشاهدين يا استاذ يوسف كان يتخيل في اليوم العالمي النهارده للمراه ان بناتنا واخواتنا وشريكاتنا في المجتمع من الكفيفات، ايوه، يتعمل لهم تطبيق ويقفوا ويتعلموا من خلاله الطبخ ويقفوا على الهواء في برنامج جميل زي برنامج وإحنا حضرتك. اول مره يظهروا ببرنامج، صح؟ اول مره. حلو. ده اول ظهور ليهم. حلو. ويطبخوا كده على الهواء بالثقه دي وبالامان ده وبالحلاوه دي خالص. والله بجد انا عشان كده عاجبني، انا عاجبني التطبيق ده جدا، ده بجد مش هزار. وبعدين ساره وديما مبهرات بصراحه. شكرا، ربنا يخليك. ايوه قلبي يا ساره، قلبي قلبي كده. طبعا احنا بنتعامل مع الزيت يعني بحذر طبعا عشان خاطر يعني ما يحصلش اي كوارث. احنا طبعا الفراخ دي هناكلها لشحاته. لشحاته ده مرضي عليه ولا لا؟ بقى يا ساره، هي دي الفراخ اللي شربت شويه زيت زياده؟ في وفي. طيب اللي ما شربتش دي احنا ناكلها، اللي شربت هناكلها لشحاته. ليه شحاته؟ عشان شحاته هريني. اقول له شحاته بقتش بعرف اقف كتير، يقول لي ايه؟ يقول لي اصل السن بقى. سن؟ انا يتقال لي سن؟ طب ده انا غالب الاستوديو ده كله ريست. طب والله العظيم الريحه حلوه. هي الريحه حلوه، اه مفيش كلام. ايوه يا نسايم الزمن الجميل. هفافي. صح. اه يا سيدي، اه يا عيني، اه ده عند الحته اللي بتغلي. ايوه. اخد طبق ايه؟ هو في طبق انا مش عارف. اه اللي على يمينك الابيض ده يا استاذ. ده ايوه هو ده. ايوه. طيب ده اللي ساره هتغرف فيه. انا معاك يا ساره. يا ست سوسو. ايوه كان معكم مساعد طباخ يوسف الحسيني، يساعد الشيف سارة. يعني دول لسه شوية. لسه حبة. لا دي قروبة قوي يا جماعة، دي بس مسكتها بالمساكة دي ولا مش عارف ايه، قالت لا دول لسه شوية. القطعة دي خط. ودي ما قاعده بتقلب. بعد اذنك انا لحدوقه عشان اعرف. انت اللي تدوقي. دوقي يا ستي عشان اعرف يعني. طيب انت خلقك ضيق ليه؟ علشان تعرف ايه؟ دوقي يا ديما دوقي. طبعا المطبخ عايز حب، وعايز ان اللي يقف في المطبخ يكون حابب يتعلم، حابب اللي بيعمله ده، حابب اللي بيعمله وحابب يتعلم. وكل حاجه ليها طرق بديله، يعني مش معنى ان في مثلا ضعف بصر او كف بصر ان انا لا ما اقربش من البوتاجاز، ما ادخلش المطبخ هتعور هتشرق مش عارف ايه. انا معاكي. لا يعني ان احنا نتعلم بطريقه صح، ما ناذيش نفسنا وفي نفس الوقت نعتمد على نفسنا، لان مش طول الوقت هيكون في حوالينا ناس يعني. صح انا معاكي 100%. انا واقف تفاصيل عشان بس تبقي فاهمه يعني. ده بيتوفر كلام ساره، ده احنا وفرناه في التطبيق. في التطبيق يعني في جوه الحل. احنا عاملين بند كامل اسمه عوامل السلامه والامان، علشان يقدر كل كفيف وكفيفه يعرفوا ايه ازاي يامنوا نفسهم جوه المطبخ. طب بصوا بقى احنا ايه يعني في الفتره اللي جايه لازم هنتقابل كمان تاني، ودي حاجه مهمه انا حاطط لك اللي بتاعه. تمام ان شاء الله. ايه رايك بقى عشان ما تقوليش مش لازم يكون في حد موجود. زقيني كده اروح انا لك تعملي بقى. لا ما تقربش. ما تقطع. حاضر. سلام عليكم. ما تقربش. ايه؟ لا مش قصدي. عايزه ايه؟ امال ايه؟ عامله حاجه غلط ولا ايه؟ انا كترت زيت. لا دلوقتي الزيت فيها كترت يعني. كترتي؟ مش مشكله نصفيها في طبق تاني سهله. ينفع؟ اكيد هنلاقي اطباق. شحاته هيجيب لنا طبق. اشيل لك انا دي بقى وتحطي اللي بتاعتك اهو كده. وطبعا في اهالي بترفض تماما، يعني بيكون الاهالي نفسهم هم اللي رافضين ان اولادهم المكفوفين يدخلوا المطبخ. ليه؟ شايفين ان هم هيتحرقوا هيتعوروا هيحصل لهم كوارث. لا مش هيحصل حاجه ان شاء الله. بس هم مش عارفين ان في طريقه يعني. كل حاجه في الدنيا ليها طريقه معينه، فلو احنا اتعلمنا الطريقه خلاص مفيش مشكله مفيش خوف. دي مضربه السلطه كلها. والله الله يسامحك الله يسامحك. ده انا صاغيه. انا بتاكلها انا اظن صاغيه. اصل انا هدوق. والله عامل زي زي وانا صغير. قال لهم هدوق وخلص الطبق. انا بظبط الكنيه عشان ما تاكلوش حاجه مش ظابطه. يا سلام يا اميره الامره. والله
دي اسمها من هنا رايح أميرة الأمرة داود، مش جينا داود يعني. أنا عشان بس أنتم ما تاكلوش حاجة. أنا هاخد ماء الزبدية من البيت. ماشي. طبعا حابة أقول إن ديما كانت مبصرة أصلا لحد يعني أولى إعدادي تقريبا 13 سنة. أيوة وبعدين 13 وبعدين حصل لها يعني مشكلة وبقت كفيفة، التهاب عصب بصري. فهنا بقى طبعا حياتها مبصرة وخلاص يعني بتعمل كل حاجة عادي طبيعي. فطبعا الشخص اللي هو بيبقى مبصر وبيحصل له ظروف ويبقى كفيف، ده اصعب بكتير من اللي هو مولود كفيف اصلا. فلازم يتعلم كل حاجه من اول وجديد، من اول وجديد لازم يحصل له تاهيل نفسي وتاهيل، يتعلم مهارات عشان كده يتعلم حاجات جديده. بس فدي ما اتعلمت برايل، واتعلمت كمان انها تستعمل التليفون عن طريق قارئ الشاشه، اهم شيء القراءه. وكمان بتكمل تعليمها في مدرسه مكوفين. حلو. فيعني انا حابه اقول تجربتها لاي حد يحصل له مشكله تكون هي ملهمه يعني. انتوا الاثنين تجننوا والله العظيم. وبعدين ساره حاله قياديه جدا، كاريزماتيك يعني. مش سهله ساره. ان شاء الله انا عايزه اقول لكل المشاهدين انها تكون من اوائل مدربات الطبخ الكفيفات معانا في التطبيق ان شاء الله. يعني ان شاء الله هتقدم كورس للمبتدئات علشان يتعلموا مهارات الطبخ. فتخيل بقى ان المدربه تكون كفيفه وبتعلم كفيفات. ده بتعلمني، ده عماله بتقول لي حاجات انا ما اعرفهاش، فاللي هو كده احنا في التمام. انا اولا عايز اشكركم جدا جدا يعني. دكتور ايمان بجد انا بشكرك. ساره بجد انا فرحان بيكي جدا. ديما انت جدعانه غير طبيعيه في انك بصي استخدام السكينه مش سهل. السكينه دي فن يا ديما. هو اصلا اي حد بيتعور يعني، هم المبصرين بيتعوروا برضو عادي. انا بتعور، انا احسن واحد في الدنيا يتعور يعني، مش كارثه يعني. احسن واحد في الدنيا يتعور. هي كل حاجه بتيجي بالمسكه يعني. بس بعيده هي كل القصه في طريقه المسكه. صح. صح والله. حاولت قديمه ما عرفت. انتوا الهم مهم ان انتوا نورتونا الليله دي. احنا هنشوف بقى الاكل ده هنعمل فيه ايه بالليل بقى كده بعد ما التترات تبدا تنزل. هنبدا نقزقز ننقنق، ودي حاجه مهمه. يا رب يعجبك بقى. هيعجبني. ولازم لازم هنتقابل تاني بقى، تعالوا مره نجرب نطبخ طبخه كده اهو على رمضان. كل سنه وانتم طيبين. وتبقى بقى بجد بقى طبخه حلل. عايزين بقى حله وندخل بقى بجد جوه الحله. انا هغطس في الحله. محشي اوكي، ورق عنب من ديما وكرنب من ساره، وانا برضو هشارك بالاكل ان شاء الله. وانا ادخل ببط. الله يعزك بالاكل. ماشي اوكي. بس ادي كده اكله رمضان. كل سنه وانتم طيبين. انا مش عارف بقى نيابه. ايوه دي سنة طيبين. اللهم بلغنا رمضان. شمالي كده ما اي حاجه يا جماعه. دي طيب يتوهوني. المهم يعني خلصت الحلقه لحد كده. لو كلنا العمر بكره هنتقابل معاكم ان شاء الله وبرنامجكم التاسعه.